نعم، هذه إصدارات جمعية الدراسات والتنمية الوقفية، وهي جمعية قد أسست لخدمة الوقف وإحياء سنة الوقف وإحياء الأوقاف الهرمة وتوجيه المتبرعين للأوقاف التي تحتاجها المجتمع، وكذلك تدريب القائمين على المؤسسات الوقفية والخيرية ورعاية هذه المؤسسات. وحقيقة أهداف الجمعية لها 6 مجالات يعني تعمل فيها الجمعية، وكذلك اهتممنا بشكل كبير جدا في تحقيق الحجج الوقفية ذات القيمة العلمية. بداية، لو أردنا أن نعرض الكتب بشكل سريع، مجموع فتاوى الوقف والذي قد جمعنا فيه فتاوى الوقف على أبواب الوقف، حقيقة يعني جمعت تقريبا 11 سنة ويجمع في هذه الفتاوى، وجمعت حقيقة وصنفت وأبعدت كذلك الفتاوى البعيدة عن التطبيق والفتاوى القديمة التي لا تفي بالحاجات الآن، وجعلت هي الفتاوى التي تفي بحاجات المعاصرة. مجموع فتاوى الوقف حقيقة يعني هو موسوعة لفتاوى الوقف، وهي الموسوعة الأكبر والأولى على مستوى العالم الإسلامي حسب ما نعلم يعني. كذلك سبل حماية الأصول الوقفية الكتاب الثاني هو عبارة عن أوراق العمل في الملتقى الوقفي الأول لجمعية الدراسات، قد عقد في شهر 11/2023 الملتقى الوقفي الأول سبل حماية الأصول الوقفية بيت المقدس نموذجا. جميع الأوراق البحثية التي قدمت جعلناها والمناقشات جعلناها في هذا المصنف الذي سيكون مرجع بمشيئة الله للدارسين والباحثين والرسائل الماجستير والدكتوراه. كذلك من باب تحقيق الحجج الوقفية ابتدأنا بحجة وقفية ذات قيمة علمية كبيرة جدا، ألا وهي وقفية السلطان محمد الفاتح. هذه الوقفية لم تحقق من قبل، وهي وقفية جمعت كل أوقاف السلطان محمد الفاتح من مسجد آيا صوفيا إلى مسجد السلطان محمد الفاتح ومساجد كثيرة، وكذلك ما هي شروط الوقف وما هي الموقوف عليهم وما هي خصائص هذا الوقف وحدود هذا الوقف، وحقيقة يعني دراسة بحثية لجمعنا كل النسخ لوقفية السلطان محمد الفاتح حجية الوقف، واجتهدنا على أن نجمع كل النسخ وأن نجعل هذا التحقيق على أكثر من نسخة. كذلك وقفية الجامع غازي خسروفيق وهو في البوسنة، وهذه الوقفية هي يعني أيضا لها يعني ارتباط في دولة العثمانية والخلافة العثمانية، وهو من المساجد الذي له رمزية في يعني في البوسنة والهرسك وفي سراييفو على وجه الخصوص، وهي العاصمة المنطقة المركزية والتي جلها من أسواقها من مدارسها من مساجدها وقف. كذلك حجية وقف المدرسة التنكيزية في فلسطين، والمدرسة التنكيزية هي قد أوقفت في العصر المملوكي، تنكيز خان قد أوقفها، وهي كانت لها يعني أوقاف تصرف عليها، وكان لها أوقاف كذلك مرادفة لها وهي من أروع الأوقاف، وقف المرابطات لمن شدت الرحال إلى المسجد الأقصى ومات عنها زوجها أو وليها، فتبقى معززة مكرمة إلى أن يأتي من يرجعها، أو تبقى إلى أن يعني يتوفاها الله تبارك وتعالى معززة مكرمة حفظا لكرامتها ويوفر لها كل الحاجات. وكذلك كتاب أخطاء الواقفين، وقد جمعته هذا الكتاب كعدة مقالات كتبتها بالصحافة عن أن هناك بعض الواقف هو يرغب باستمرار وقفه ويرغب أن يستمر له الأجر ويرغب أن يكون الوقف يعني بأحكامه وبديمومته يعني موفقا. ذكرت هنا بعض الأخطاء الواقفين الذي يوقف للبنات دون الأولاد أو يوقف للأولاد دون البنات بلا سبب معين، والذي حقيقة ما يجعل هناك شروط للوقف ولا يجعل هناك ناظر للوقف ولا يحدد ما هو الوقف ولا يوقف ما يملكه تماما، يوقف ما عليه إشكال. كل هذه كتبتها عن أخطاء الواقفين حتى يكون الوقف الصحيح. كذلك من إصدارات جمعية الدراسات والتنمية الوقفية حجية الوقف الأشرف برصباي، وهي من العصر المملوكي وحجية رائعة جدا، ونحن كما قلت يعني نهتم في اللجنة العلمية بجمعية الدراسات والتنمية الوقفية تهتم بإخراج الحجج الوقفية لما لها من قيمة علمية وقيمة أدبية وقيمة شرعية وقيمة تاريخية وقيمة مجتمعية وقيمة سياسية كذلك، وتكشف كل حاجات المجتمع وما هي ظروف المجتمع وبيئة المجتمع. ثم هنا الوقف حجية وقف رائعة،
وقد يعني فوجئنا أنها لم تحقق من قبل، وهي الحجية الشرعية لوقف جامع الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري في منطقة أيوب في إسطنبول. وهذه الحجية حقيقة جدا رائعة وواضحة، وقد يعني حققت من يعني الشيخ الدكتور محمد بسام حجازي تحقيق رائع، وجعل عليها تعليقات مميزة. كذلك عندنا القواعد الفقهية الأصولية والأصولية المنظمة للعمل الخيري، وهي القواعد التي هي لابد أن تكون هي يعني نظام أساس ودستور للمؤسسات. لابد أن نعرف ما هي قواعد إدارتنا لهذه المؤسسات، كما نعرف أن المؤسسة الخيرية والمؤسسة الوقفية لابد أن تدار بمنهجية علمية ومنهجية إدارية، لأن الأموال التي نحفظها هي أموال شرعية، لابد أن تجمع وتحفظ وتصرف ويتقيد بها لأنها أموال شرعية. كذلك كتاب الضوابط الفقهية للأعمال الوقفية، قد جمعنا فيه أكثر من 100 ضابط وحددناها بتفاصيل أبواب الفقه في الأعمال الوقفية. الجمعية في بدايتها ونحن نسعى أن نحقق المقاصد الست والمجالات الست لهذه الجمعية. من المقاصد الأساسية لابد أن نهيئ وندرب القائمين على المؤسسات الخيرية والوقفية والمجتمعية أن يحققوا المقاصد والأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة. نعم. هذا هو المقصد الأساس في مؤسساتنا. كذلك مع التدريب أن نخرج نتاج علمي يخدم الوقف ويحيي سنة الوقف ويعيد الوقف إلى ما كان عليه، لأن نحن نقول الوقف كما قال علماؤنا، الوقف هو بناء الحضارة، ولا بد أن تعود الأمة لما كانت عليه بإنشاء المؤسسات وإحياء المؤسسات الوقفية وإحياء وكذلك ترميم المؤسسات و يعني إرجاع المؤسسات الوقفية التي سلبت كذلك، وأن نرجع للوقف مكانته كما كانت في العهود الإسلامية. وهذا الذي نسعى يعني له، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا العمل، وأن تكون الجهود تتكالب بشراكات مجتمعية وشراكات مؤسسية وشراكات حكومية وشراكات من وزارة الأوقاف ومؤسسات وأكاديميات، من أجل أن نحيي سنة الوقف وفقه الوقف وتدريب الوقف وبناء الوقف وتنمية الوقف. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، شكرا جزيلا.